من المواضيع اللي كنا يعني وعدناكم بالتطرق اليها وهو يعني مصطفى حجي والمباراه التكريميه ديالو اللي مبرمجه يوم السبت القادم 24 اكتوبر. وهناك العديد من المشاهدين طالبونا وقالوا لنا اين هو حجي، لان كان من المنتظر يكون معنا في البلاطو. تعذر عليه مصطفى حجي معنا مباشره عبر الهاتف. مساء الخير مصطفى. مساء الخير خويا جلال، كي دايرين لاباس عليكم؟ سافا تخي تخي بيان. مصطفى يعني بسرعه وانت كتستعد لهذا يعني الوداع الرسمي يعني لي زاديو اوفيسيال ديالك للجمهور العريض ديال مصطفى حجي يعني اللي حاصل على الكره الذهبيه الافريقيه، كيفاش كتمر هذه الاستعدادات هذه لي بريباراتيف مصطفى؟ Les préparatifs, ils sont de bon augure. Ils ont atteint, Inch'Allah, et qu'on a de Narbashrin, qu'on a de Nashat, qu'on a de la Kora. On a des routes, j'ai pris ce jour-là, le 24. Ben, j'ai arrêté de créer une diarrhée où là, on a de la Kora, qu'on a une fête nationale de la Kora. Ben, j'ai mis un nest qui était à Bour Kora, un nest qui. اللي خدامين العام باش يكون عندنا بطوله زوينه، وانتم الصحفيين حتى وانتم تديروا الخدمه ديالكم. بغينا ما انا بغيت ما يكون غير التكريم ديالي، ما يكونش لا جورني دو فوتبول ماروكان. دونك سي اون فيت ناسيونال دو فوتبول ماروكان، سي سكو جو في ايفونتيلمون فيغ اي ابوتير. وجو بروفيت هذا النهار هذا باش نقول للجمهور اللي شجعوني وعطاني المحبة ديالهم، وكان براتيكمون 20 طون دو فوتبول، وهاد الناس انا ديما المغاربة ديما مورايا، وبغيت نشكرهم ونقول لهم شكرا بزاف على هادشي المحبة والتشجيع اللي عطاو ليا. مصطفى يعني واش يمكن لك تكلم لينا على البرنامج يعني البروغرام ديال هاد المباراة، وشكون هما النجوم اللي من المنتظر يشاركوك هاد الحفل؟ Ben, j'ai, Khoya Jalel, le programme, ce sera, il y aura deux matchs, Inch'Allah, il y aura deux matchs. Donc, on a pris 10 joueurs, Djel, Nasser Rajan, Djel Wided, les Adi Kounou, Inch'Allah, Fagadir, ou Adi Labo, Abel Khoudam, Djel, les Daou Championnat, les Daou Botolaf, Djel Hassania. ومن بعد ان شاء الله مع هذيك هذي يبداو مع الخمسه، وحنا ان شاء الله مع السبعه يكون لا سيليكسيون ديال المغرب ديال 98 94 وفيغ ان تي ميلونج زعما، وهذي يكونوا حتى معنا ان شاء الله جمال دبوز، هذي يكون عندنا لافوين حتى هو لو شونتور ماروكان، هذي يكون ان شاء الله تنتمنى يكون معنا بدر هاري وسي محمد ربيع اللي ربح اللي عطانا بزاف ديال الفرحه في هذا لي بوكسور. ان شاء الله تنتمنى يكون معنا باش يكون تون فيت ناسيونال، ومن بعد ان شاء الله غادي نلعبوا ضد اون سيليكسيون انترناسيونال. وانا صراحه نقول لك رونالدينيو غادي يكون ان شاء الله 100% باسكو كان دوزت معاه واحد اللي كنت لعب في في اسبانيول برشلونه، دوزنا واحد العام ان شاء الله الحمد لله، وتصاحبت معاه واللي عيط ليه قال لي صراحه انا غادي نجي، وانا فرحت بزاف باسكو سي واحد النجوم في ديال الكره بزاف، وفرحني حتى انا نيت باسكو كنت واحد الفان ديالو، وانا عارف ان المغاربه عزيز عليهم رونالدينيو، وغادي يكون واحد فيهم زعما، غادي يكون بزاف ديال الاعضاء، مي رونالدينيو جو فولي كي سوا بريزون باسكو c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment un des joueurs que j'admire beaucoup. Mustapha Haji, هناك سؤال من الزميل فؤاد الحنوي. فؤاد وي بغينا نقولوا لمصطفى حجي فوز افي انتيغي اتر جونتي مع بدر هاري وربيع. يا خويا فؤاد اش غادي دير؟ بغينا نسالوك ايضا مصطفى حجي ربما في موضوع اخر حول المنتخب المغربي، انت يعني كمدرب مساعد البدو الزكي، شفنا في بعض يعني في بعض المقالات بعض الاخبار حول خلاف بينك بين بدو الزكي، تقدر تعطينا توضيحات بهذا الخصوص؟ لا خويا الناس هذه هضره بلا والو،
وانا بدا خويا عندي الحمد لله انا عندي واحد ليديوكاسيون وما عمرني زعما نقول شي حاجه لسي بدو تنحترمو بزاف بحال خويا الكبير. وانا جيت المنتخب باش نعاونو باش نتعلم منه شحال هو عنده ليكسبيريونس اكثر مني وما عمرني نقول له شي حاجه امو بلي او كلوتر زعما سي بدو انا دابا عاموس خدامين اونسومبل واللي محتاجني تنكون موجود ولا تيسولني تنجاوب ليه اللي ما سولنيش ولا شي حاجه تنبقى في بلاصتي حدا اخويا وتندير خدمتي جو في لو ماكسيموم وهذا الشيء كامل اللي تخرج من داك لو سي ما عرفت فين جابوا الناس هاد لي غيمار وانا صراحه انا في كونسونتري بهذا المقابله اللي هاتجي ان شاء الله في شهر 11 وهذه اللي مهمه مي هاد الشيء اللي داك هاد لي غيمار و لي موفيز لونغ ما مهمنيش انا صراحه كتكون انا عرفت راسي وعرفت الاداب ديالي وزعما ما عمرني نمشي في هذا الجهه ديال نو جو سوي با كوم سا زعما جو سوي با كوم سا اي فو سافي لو بلوز امبورطون بور موا سي ليكيب ناسيونال لا ريوسيت دو ليكيب ناسيونال دونك ماتون كو لي جون هاد الشيء لي غيمور جو بريت ميم با اتونسيون باسكو موا جو سوي اوبليجي دو ديمونتير لي هاد لي غيمور parce qu'on ne peut pas laisser les gens dire des choses qui font mal à l'équipe nationale, qui font mal aux êtres humains et surtout à moi personnellement, à ma famille, parce que je ne suis pas comme ça. C'est aller à l'encontre de mon éducation. Merci beaucoup, Mustapha Hajji.